إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. خطاب ملكي سام بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب بعنوان بارز: الوضعية الوبائية ببلادنا مقلقة. خطاب ليس للعتاب لكن للتعبير عن التخوف. في هذا اليوم باستحضار قيم التضحية والتضامن والوفاء قادرون على رفع التحدي، قال جلالة الملك. وفي محاولة لتطويق تفشي الوباء، الحكومة تعلن عن مجموعة من التدابير على مستوى مدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال، وهي المدن التي سجلت بؤرا وبائية جديدة. وغدا تحتفل الأمة الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة 1442 سنة مرت على هجرة سيد الخلق من مكة المكرمة إلى يثرب. قيم ودروس وأمنيات الخير نستعرضها بالمناسبة. اليوم 20 غشت تحل إذن الذكرى 67 لثورة الملك والشعب. وبهذه المناسبة الوطنية وجه جلالة الملك قبل قليل خطابا ساميا ركز فيه على الوضعية الوبائية ببلادنا، داعيا إلى تضافر الجهود. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، في مثل هذا اليوم من سنة 1953 اجتمعت إرادة جدنا جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما مع إرادة الشعب المغربي في ثورة تاريخية على رفض مخططات الاستعمار. وقد تميز هذه الثورة المجيدة بروح الوطنية الصادقة وبقيم التضحية والتضامن والوفاء من أجل حرية المغرب واستقلاله. وتاريخ المغرب حافل بهذه المواقف والأحداث الخالدة التي تشهد على التلاحم القوي بين العرش والشعب في مواجهة الصعاب، وهي نفس القيم والمبادئ ونفس الالتزام والتابعة الجماعية التي أبان عنها المغاربة اليوم، خاصة في المرحلة الأولى من مواجهة وباء كوفيد-19. فقد تمكننا خلال هذه الفترة بفضل تضافر جهود الجميع من الحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة ومن تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية. الوضعية الوبائية المقلقة شكلت إذن صلب الخطاب الملكي، أرقام مقلقة بتنا نسمعها تباعنا. اليوم حصيلة الوفيات كانت ثقيلة بإعلان وفاة 32 شخصا، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 775. وزارة الصحة سجلت كذلك 1325 حالة إصابة جديدة بداء كوفيد-19. باقي التفاصيل في ورقة ياسين كويندي. تفشي فيروس كورونا يواصل سرعة الانتشار بالمملكة، فخلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 2325 حالة إصابة جديدة. أغلب الحالات المكتشفة تمت عن طريق التتبع الصحي للمخالطين. إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 47638، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 131 لكل 100,000 نسمة، على أنه بلغ في 24 ساعة الأخيرة 3.6 لكل 100,000 نسمة. رقم مهم في معدل حالات الشفاء تم تسجيله خلال 24 ساعة الماضية، حدد في 1230 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 32,806 حالات، كما تم تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة، أي بمعدل فتك يساوي 1.6 في 100. سجلت حالات الوفيات 32 بكل من مراكش 9 حالات وفيات، الدار البيضاء 8 حالات وفيات، فاس 4 حالات وفيات، وسجلت حالة وفاة بكل من صفرو
تازة، مكناس، أكادير، طنجة، تطوان، وزان، كويدلت، ورزازات، خريبكة وسد. نغلق الصفحة المخصصة لداء كوفيد 19 الذي شكل المحور الأوحد لخطاب جلالة الملك في ذكرى تخليد ثورة الملك والشعب. وبهذه المناسبة أعلنت وزارة العدل أن جلالة الملك أصدر أمره بالعفو عن 550 شخصا من المعتقلين والموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وغدا 21 غشت تحتفل بلادنا بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوه على 673 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة حسب ما أوردته وزارة العدل. وغدا تحتفل الأمة الإسلامية الجمعاء بالسنة الهجرية الجديدة 1442 سنة مرت على هجرة سيد الخلق من مكة المكرمة إلى يثرب، مناسبة نستحضر فيها قيما ودروسا وأمنيات رفقة أسامة أفقر ويونس الناصري. صور فريدة تخلد السماتة المقاومة من المغاربة في سبيل الدفاع عن سيادة ووحدة المملكة وتحقيق الاستقلال. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير نظمت اليوم حفلا تكريميا لبعض ممن رسموا هذه الملحمة التاريخية من أبناء الرباط وسلا. خدوج سليماني امرأة من زمن الكفاح، واحدة من المقاومات اللائي برزنا خلال فترة المقاومة بمدينة خريبكة. جون دارك المغرب كما أطلق عليها الفرنسيون كانت ممن كرمهم اليوم الجيل الجديد، تحديدا طلبة كلية عين سبع بالدار البيضاء. ونحن نتمنى لكم سنة هجرية سعيدة ملؤها الخير والبركة. في ختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها: خطاب ملكي سام بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب بعنوان بارز: الوضعية الوبائية ببلادنا مقلقة، خطاب ليس للمؤاخذة والعتاب لكن هي طريقة مباشرة للتعبير عن التخوف نظرا لهذه الأرقام المقلقة. رغم الجهود المبذولة لم نكسب المعركة بعد، يقول جلالة الملك ويؤكد أنه بعد رفع الحجر الصحي تضاعف أعداد الإصابات والحالات الخطيرة والوفيات في وقت وجيز، وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد 19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي بل وزيادة تشديده. جلالة الملك نبه في خطابه إلى أنه بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول من طرف الجميع لا يمكن الخروج من هذا الوضع ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء.